اليابان يخوض سباقا مع الزمن لتفادي حدوث كارثة نووية جراء الانفجارات المتوالية في محطة فوكوشيما. أما سكان طوكيو فيعيشون حاليا أوضاعا اقتصادية استثنائية نظرا لانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عديدة ولصعوبة التزود بالمواد الغذائية. هذه المرأة تقطعت بها السبل وبدت الحيرة واضحة على محياها وهي تحكي قصتها. أنا أعيش في إيواتي، جئت إلى طوكيو في 10 مارس ثم وقع الزلزال، لذلك لم أتمكن من العودة، مكثت في فندق، لكن ابني يعيش هنا وأنا مضطرة للبقاء الآن. كافة المؤشرات تدل على أن زلزال الجمعة الماضي في شمال شرق اليابان سيكون ربما الأكثر تكلفة على المستوى الاقتصادي، إذ قدرت قيمة الخسائر ب100 مليار دولار على الأقل، منها 20 مليار دولار كخسائر عن حجم الأضرار التي لحقت بالعقارات السكنية، و40 مليار دولار عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية كخطوط السكة الحديدية والشوارع والموانئ البحرية.